اليوم كانت أشغال دورة اللي كانت كتكون من جلستين. الجلسة الأولى اليوم اللي كانت الأطوار ديال الاشتغال ديالها هما ثلاثة ديال النقاط اللي مهمين. كانت دراسة ديال النقطة الأولى هي ديال القطاع ديال التعليم والرياضة، النقطة الثانية كانت كتخص قطاع الشباب والثقافة، والنقطة الثالثة كانت كتخص التكوين المهني. كنشكر كرئيس ديال المجلس الجماعي حضور ديال السادة المدراء المحترمين اللي أغنوا النقاش بعروض كانت قيمة استحسنها جميع الحضور بما فيهم السادة أعضاء المجلس. اليوم خرجنا الحمد لله بتوصيات فيما يخص هذه القطاعات، إن شاء الله نتمنى بلورتها فيما عما قريب، وموعدنا إن شاء الله للجلسة الثانية يوم الثلاثاء. شاركنا هذا اليوم في الدورة العادية لمجلس جماعة سيدي إفني، واللي كان بين النقط المتداولة هي وضعية قطاع الرياضة بجامعة سيدي إفني. عملنا على أن نشرح للمنتخبين على أن المديرية الإقليمية تعمل جاهدة على الانخراط الفعال في توسيع العرض والبنية التحتية الرياضية بهذه الجامعة، وكذلك الانخراط ديالها بالنسبة للمؤسسات التعليمية على إمكانية ديال توفير الملاعب الرياضية في وجه الساكنة ديال الجامعة والشباب، وكذلك بأن المؤسسة ديال ثانوية مولاي عبد الله قمنا بإحداث واحد مسلك ديال الرياضة ودراسة اللي غيكون فيه جوج الأقسام، واحد بالنسبة للآداب وثاني بالنسبة للعلوم، واللي الهدف ديالو هو نجحوا هذا المسلك بهذه المدينة. وشكرا.